الغاية من زيارة محافظة بابل هي الاطلاع على الواقع الأمني واستعدادات مديرية شرطة محافظة بابل والأجهزة الأمنية الأخرى لتقديم الخدمات إلى المواطنين، سواء الخدمات الأمنية أو الخدمات الأخرى التي تقوم بها من دوائرنا مثل الجنسية والمرور والدفاع المدني ودوائر الشرطة الأخرى، للاطلاع على يعني مدى استعدادها. وجدنا أن حقيقة هناك أكو بعض الاحتياجات وبعض الملاحظات في أدائهم، وإحنا عالجنا مثل ما قال السيد أستاذي الكريم أنه بعض الأمور عالجناها معالجة فورية. الموضوع الآخر هو للتأكيد، أيضا جئنا للتأكيد على أن الجثث اللي تم العثور عليها وأثير حولها لغط كبير، أنه هذه الجثث الحقيقة هي كانت جثث نتيجة جرائم جنائية وجرائم إرهابية وجرائم اعتيادية، وفي أغلب المحافظة وفي أغلب أقضية ونواحي المحافظة يعني ما معنية بمركز قضاء أو مركز ناحية.